دلوقتي بقى احلى فقرة بعشقها، هنعمل سكين كير وهتعملي تنظيف عميق تقريبا صح؟ وهنعمل حاجات جميلة جدا في بشرتي كده، ويعني هنشوف بقى بشرتي هتبقى عاملة ازاي. يلا بينا جاهزة. بص بقى انا شلت الفلتر خالص، دي بشرتي اهو قبل اي حاجة. وهنعمل دلوقتي السيشن بتاعت البخار، وهي بصراحة واثقة من نفسها جدا بقى، بتقولي هنرجع بشرتي زي البيبي وهنخليها ناعمة جدا بقى وما فيهاش اثار حبوب ولا اي حاجة. يلا بينا نبدأ. متحمسة؟ بدأنا بقى ان هي تنضف كده بشرتي من كل حاجة، وحطينا بقى البخار كده فضل في بشرتي حبة، وبعد كده حطيت بقى السكراب بتاعها، فضلت بقى تفرك السكراب كده مع البخار، طبعا بيعمل نتيجة رهيبة. وبدأت بقى بالتنظيف العميق، عايزة اقول لكم ان هي شالت كل البثور اللي كانت في مناخيري وفي بشرتي كلها، بجد شاطرة جدا وبروفيشنال قوي. دلوقتي هنعمل مرحلة الدرما بلانينج، طبعا بتشيل الجلد الميت بقى وبتشيل اي هير في البشرة. يلا بينا.